ويمكن معناه إن في أحد استغل غيابي ودخل غرفتي وما تبيني أشوفه. والله العظيم البنات هم اللي جابوني كتنوم جايبيني على تحقيق. أنا كنتش أقول حاجة وكنتش أتكلم، بس دي عارفة بناتك ما كانوش هيسيبوني في حالي. قعدوا يضغطوا عليا لغاية ما قلت لهم، قلت لهم بلاش يجوا هنا وبلاش يدوروا، بس هم ما سمعوش مني. بس طمني هم ما لقوش حاجة أبدا. بس دي أسرار يا خديجة، وأنت مؤتمنة عليها. أنا ما كنتش عارفة. خديجة، أنت من يوم ما دخلت البيت وأنت ما غير تتنصتين، وأنا كنت عارفة. تتنصتين على هوشة البنات، كلمة من هنا جملة من هنا، وهذا كله أنا دارية فيه ومخليتك. كنت أقول في نفسي هذه حركات الخدم اللي يسوونها عشان يعرفون أسرار، لكن إنك تتجاوزين الخطوط الحمراء يا خديجة. والله العظيم ما كنت هتكلم، هما اللي ضغطوا عليا. أنا عمري ما قلت أي حاجة تمنتني عليها، عمري ما نطقت بكلمة. والله عارف، طب أقول لك على حاجة، سامحيني. طيب يا ريت كان نفسي يتقطع قبل ما أطلع. خديجة، أنتِ من اليوم لا 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 لا، ما تقوليهاش، ما تظلمنيش، إديني فرصة واحدة بس، أنا مش عايزة تاني أبداً.